هل يجوز لمرضى الغدة الدرقية الصوم؟ الناس اللي كياخذوا اللي عندهم مرض في الغدة الدرقية اللي كيخصهم يصوموا، ما كاينش مشكل ديال الاستثناء في الصوم، حيت هذاك الهرمونات اللي كيحتاج الذات كياخذوها بالليل، اذا حيت هي الاخذ ديال الدواء كيكون مره واحده في النهار، هي مره واحده في النهار. الناس في الحياه العاديه كياخذوه نص ساعه مع الصباح عند الفياق، نص ساعه قبل الفطور. ولكن الناس اللي كيصوموا شنو كننصحوهم؟ كننصحوهم باش يبقاو ياخذوا نفس الكميه ديال الدواء اللي كمولفين معتادين ياخذوها نص ساعه قبل السحور. ولكن ما كيمنعش الصوم اللي كانت الحاله ديال المريض ما عندوش امراض اخرى، وهذاك المرض الاخر كيستدعي عدم الصيام. ولكن الناس اللي مرض بالغده الدرقيه خاصهم يصوموا.